السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. هذا هو اللقاء الأول تبعنا باستخدام عشان نتعلم موضوع البوكس موديلينج، اللي هو احنا نجيب مجسم ونبلش نعدل عليه عشان نطلع الشكل تبعي. اللي حابب أعمله في اللقاء هذا إن أنا أعمل طاولة، أبسط شيء بنفعين نعمل عندي أو من أبسط الشغلات. عشان أعمل طاولة هو هاي مربع، طبعا أنا مش مهتم لسمك الطاولة والارتفاع، ولو كنت مهتم لروحت على نفس الفرونت التوب وحطيتها صح، بس انا ما عنديش رؤيه معينه، بس بدي اتعلم الاساسيات تبعتي. الان هاي الطاوله تبعي، هذا وجه الطاوله، هذا الوجه تبع الطاوله. الان انا عايز انزل مربعات من هنا، هي عباره عن اجرين الطاوله تبعتي. عشان اعمل انزل المربعات اللي تحت، هذه مغلبان الشبكه على ما يبدو. ايش اسوي؟ بدي يبقى في عندي فيس هنا وانزل، بدي يبقى في عندي فيسز. عشان اعمل الفيسز بقدر اجي هنا واعلم على كل الخطوط هذول ايدج، اعمل زي هيك واقول له لو سمحت اعمل لي كونكت كونكت، راح الاقيه يعمل لي خطوط، يعمل لي خط هنا وهي نازل هنا نازل هنا نازل هنا. الخط هذا اخونا بالله الخط، امسك النقاط تبعته، خلينا نروح من الزاويه احسن من هنا مثلا، واقول له بالله لو سمحت زيح لي اياهم هنا. ليش؟ انا عايز اعمل كمان احط هنا واطلع هنا مربع ومربع، اطلع خط، بس اجي هنا. الان نفس الكلام، علم على كل الخطوط، انا مش معلم على الخطوط اصلا ايدج، علم على كل الخطوط. بينفع بدل ما اقول له كونكت علم عليه وهنا بقول له انسيرت ايدج لوب تول، تعمل لي تقريبا نفس الحاجه، واعدد من وين بدي احط، هاي تقريبا هان وهي انتر، عمل لي تقريبا نفس الحاجه، حط لي خط من جميع الاتجاهات. في الحاله تبع كونكت قديمه يعني عاده مش كتير بنستخدم كونكت، لكن خلينا نشوف انسيرت ايدج لوب تول يعني امكانياتها اعلى. الان انا حطيت مربع هنا، لهذا ده لسه بقدرش انزل منه اجرين، لازم اجي هنا واعلم على الخطوط اللي هان باليمين، انسيرت ايدج لوب تول يعني راح يعد يحط خطوط بشكل دائري على كل المجسم تبعك، على كل الدائره راح يلف لك لفه. وهي انت اورجيك هنا اوضح، راح اجي مثلا الاداه لسه، خليني افصل الاداه، لو علمت حتى على خطين بس، على خطين او خط هنا مثلا وخط هنا مش على كل الخطوط، وجيت باليمين قلت له انسيرت ايدج لوب تول وعلمت هنا، راح تلاحظ انه بعلم لك ملفش اللفه كامله، علم على هان وفي جزء ما لفشوش، هذا ما كملش معه. المهم بكمل لك اللفه كامله عشان هيك سموه لوب هو. انا شخصيا بفضل ان انا اعلم عليهم كلهم، وخليني اعلم عليهم كلهم، اسف ارسل الاداه تبعتك ايدج، علم عليهم لو سمحت وقول لهم ان شفت باليمين انسيرت ايدج لوب تول، وتعال هنا وحط اللي بدك اياه، هي انتر. الان انا عملت الشكل تبعي هيو، طبعا ما بديش اسوي انا التوب والفرونت ولا شكل مع الدنيا يعني في التوب. اوكي انا عايز اجي على الفيس اللي ها واعمل له اكسترود زي هيك، هي اكسترود وانزله لتحت، فصحيح اجر، واعمل باقي الاجرين نفس الشيء. بس لو عملت كل واحدة لحال عشان بيجوش نفس الشيء، خلينا نجرب. لو عصيت بدل ما اعمل باليمين واقول له اكسترود حرف الجي تبع الجير، هذا حرف الجي بيعمل لي اخر امر انا عملته، اخر امر ايش كان؟ اكسترود. فلو عصيت حرف الجي طلع لي اكسترود لحاله وبقدر انزل. نفس الكلام على البعدي، يعني حرف الجي عندي هذا بنفذ لي اخر امر انا عملته من باب التسهيل، احيانا الواحد بيضل يستخدم نفس الامر اكثر من مره. انا راح اعمل تراجع، اعلم على الفيس هذا وهذا وهذا وهذا، هدول الفيس اللي عملتهم، واقول له لو سمحت اعمل لي اكسترود وهي نزل. طبعا علمت شي غلط، خلينا نيجي. ليش علمت شي غلط؟ طلع عشان معلم انا من فوق من اول وجديد، علم الاصل ما علمش مربعات، هي شفت مش عارف ليش علم معي غلط، هي هان وهي هان وهي هان، عشان اتاكد فيش مشاكل، بس هو فيش مشاكل ان شاء الله. لف طلع اجي اعمل هان باليمين واكسترود وقول له لو سمحت انزل لتحت، هي الطاولة تبعتي. الآن ضبط الإجرين، أنا لسه الأداة مستخدمة موجودة، بينفع أجي هنا وأشوف الأداة الإجرين طوال كويسين حلوين، خلاص أوكي، أمسك الأسهم انتهت العملية. عشان أنتقل من موضوع الخطوط للجسم كله أوبجكت مود، باليمين أوبجكت مود، أوبجكت مود الآن بتعامل مع الجسم كجسم، حط اللي هي الطاولة كله خلص، هي الطاولة تبعتي. هي الطاولة تبعتي. لو واحد قال لك يا الله انا حاسس ان الخشب الرفيع تبعها بدي اياك يعني تتعرضه، الامور سهلة، انا بنفع اخذ الفيس هنا
وأعلم على الفيس هذا وهذا 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 وهذا، وأتأكد إنه ما علمتش شي غلط، وأخملها شوية لفوق عشان يعني تبقى أقوى. لكن أنا بنفع أعمل إشي تاني، أجي من هنا وعلم لي على الفيسز هدول كلهم، شايفهم كيف؟ علم لي على كل الفيس بما فيهم الفيسز اللي على الجناب، بديش اللي على الجناب هدول، باجي هنا وكنترول وبلغ التعليم على الجناب بس، وبسيب المنطقة اللي فوق معلمة. هيك بصير أنا معلم على الفيسز كلهم وبسحبهم. لأنه أحيانا بيبقى عدد الفيسز كتيرة، قصة أقعد أعلم على هذا وعلى هذا، في عندي طرق بعلم عليهم كلهم وبمحي اللي بديش إياه وبرفع أو بتحكم فيه. هذا أبسط مثال عندنا إذا أنا بدي أعمل إيش عندي؟ الطاولة. لو حبيت أعمل مثلا كرسي، كرسي هات تعمل كرسي بطريقة أسهل، حط هذا بلاير مش بطريقة أسهل، نفس الفكرة تبعتي. الآن هات نجيب هاي بوكس، هاي شوية ارتفاع لفوق، أوكي. الآن البوكس هذا أنا بدي مثلا أطلع من هنا هذه القاعدة، هنا راح يقعد الشخص، هام بدي أطلع له الظهر تبعه على افتراض، عشان أطلع له الظهر يفضل بالبداية بدل ما أضل أنا أحط انسيرت ايدج لوب. أنا إذا بدي أي شيء مبدئيا لسه ما بلاش أشتغل فيه، روح على الأدوات اللي عندك هنا وقول له مثلا أنا بدي خطين، هاي 3 خطوط، ليش؟ خط بدي أطلع منه الظهر، خط بدي أحط شمال، وخط بدي أحطه يمين. كويس. وإذا بدي أحط خطوط في العرض عد بشوفهم. لحتى الآن أنا سهلت على حالي، تعال أمسك هاي الخطوط تبعتك، أمسك النقاط. أنا بفضل أمسك النقاط دائما، لكن بينفع أمسك الخطوط، لكن النقاط بعلم عليهم زي هيك. أنا مسكت النقاط الأربعة تبعوني واسحبهم لهيك. ليش أنا سحبت النقاط هذول؟ عشان أحط لهم إيش؟ الظهر. يبقى في عندي فيس مناسب عشان أعمل الظهر. لاحظوا إنه أنا بشتغل هيك بطريقة بسرعة، لكن عمليا أصل أجي هان وأزيح الخطوط بمنظر واضح، أن أنا بقدر أتحدد إن المسافة تبعتي قديش. الآن اكسترود وطلع الارتفاع تبعك، هاي ارتفاع الظهر تبع الكرسي. ليش انا حطيت الخطين هدول؟ هاي ايدج، بقدر امسك الخطوط من ايدج وبقدر امسكهم من فيرتكس، بس في فيرتكس اسرع لي. خليني اجي من التوب مثلا، وهي انتم متخيلين التوب ايش؟ هذا الظهر وهذا المقعد تبعه. امسك، علمت على كل النقاط اللي هان، اسحب هذا لورا. الان انا ايش بدي اسوي؟ اسحب هذا لورا تقريبا من هان، اسف كنترول زد، اسحب من هان، بس عشان انا من هان ناوي اطلع ايش؟ اجر، صح؟ وهذا كمان حاول تبقى المسافه نفس الاشي تقريبا، ناوي اطلع اجر. الان ما فيش مكان اطلع اجر، لازم اعمل اشي خط بقطع زي هان، فبصير هان بطلع مربع، ومن هان مربع، نفس الكلام هان. بقدر اجي وانا زي ما عندي هاي ايدج، اعلم على كل الخطوط تبعتي، قول له لو سمحت اعمل لي انسيرت نسيت ايدج لوب تول، وعايز احط الخط تبعي هان، في انتر. هاي مربع. الاداه لا تزال شغاله، طلع شكل الماوس تبعتي مختلفه، الاداه لا تزال شغاله. اذا حبيت الغيها بمسك اي اسهم من هذول بلتغيه، لكن بما ان انا بدي اكرر نفس العمليه علمها زي هيك. علم مش راضي يعلم، الله يهديك. طيب خلاص مش راضي يعلم، خليني الغي العمليه، لغيتها. اوبجكت مود، في شيء انا داخل جوا، الله لا يسيئك. اوبجكت مود، يلا ايش فيه؟ اوبجكت مود، ايوه. الان انا راح اعود اعيد العمليه، اعلم على الايدج، اعلم على هدول باليمين، انسيرت ايدج لوب تول، وتعال حط لي، لا لازم تقف على الخط، هي تراجع، لازم تقف على الخط مش منطقه فاضيه هان. وهي المسافة هيك تقريبا نفس المسافة، اوكي هي انت. الآن راح أعمل نفس ما عملت في الطاولة، هي الكرسي المقعد، وراح أجي على الفيس اللي هان، وهذا وهذا وهذا، وأقول له لو سمحت اعمل لي إلهم اكسترود. هي الكرسي تبعي. نفس الكلام لو بدي اعمل سرير او ما شابه، يعني انا بحط خطوط وبطلع منها فيسز وبتحكم فيه. طبعا الشكل هيك لا يزال شكل صلب شويه، يعني فيش فيه منحنيات. ايام ما كنا نتعامل مع الخطوط كانت الامور اسهل، يعني مش اسهل، يعني اظرف اجمل، لانه كنتش اعمل زوايا حاده كتير. راح نشوف كمان شويه كيف راح نتغلب على مشكله الزوايا هذه. ويعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.